في ثاني جلسات الاستماع اليوم وعلى لسان وزير العدل في جنوب إفريقيا رئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية يقول لقد فشلت إسرائيل في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وقال إن تل أبيب لا يمكنها التنصل من تصريحات مسؤوليها ولا من أفعال جنودها على الأرض. محكمة العدل الدولية أنهت قبل قليل ثاني جلسات الاستماع لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة. في الدعوة المقدمة من جنوب إفريقيا بمساعدة مصر التي أمدتها ببعض المعلومات نظرا لخبرة مصر الطويلة في إدارة الملف، ملف الصراع العربي الإسرائيلي، جنوب إفريقيا حركت دعوة هامة وتاريخية تتهم إسرائيل بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 1948 والتي وقعت عليها إسرائيل. الممارسات الصهيونية التي اعتادت عليها إسرائيل منذ نشأتها والتي تقوم على الفكر الاستيطاني الإحلالي جعلها في مأزق دولي حقيقي، لا سيما أن هذه المحاكمة تطالب بالقصاص العادل. أهلا بحضراتكم في جولة جديدة من جولات برنامجكم برنامج اليوم، هنناقش فيها أهم وآخر الأخبار والأحداث المحلية والعالمية. الحقيقة جولتنا مستمرة من وإلى فلسطين من داخلها وخارجها، من مؤيدي الإنسانية حول العالم مؤيدها وضد معارضيها من أصحاب صوت الخراب اللي بيدعموا دولة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة الأرض لا يملكون منها حبة واحدة أو ذرة رمل واحدة. امبارح والنهاردة تابعنا مع حضراتكم جلسات الاستماع لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واللي شهدت تضامن كبير جدا جدا الحقيقة دولة جنوب إفريقيا صاحبة الدعوة، خصوصا بعد عرض الأدلة والبراهين اللي بتؤكد على دموية دولة الاحتلال وعدم إنسانيتها ورغبتها الدفينة في القضاء على دولة فلسطين وأهلها. المشاهد والحجج اللي قدمتها جنوب إفريقيا أيقظت قلب العالم مرة تانية، ساعدت الجميع يشوف الصورة الحقيقية، وبدعم بكل تأكيد من دولة مصر التي لها باع طويل يعني في التعامل مع هذا الكيان. لكن ماذا بعد وماذا سيتكشف عنه خلال جلسة الاستماع الثانية، وهل هتكون هذه المحاكمة هي بداية النهاية لأطماع دولة الاحتلال؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي بينضم لنا هاتفيا، معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك يا فندم.
شكرا يا فندم، مساء الخير. مساء النور، وخليني أبدأ مع حضرتك بأمل أن تكون هذه المحاكمة هي بداية النهاية للصهيونية التي مارست جريمة الفصل العنصري لمدة تزيد عن 75 عاما دون ردع أو ملاحقة دولية. ماذا سيحدث في حال إدانة إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية؟ هو حضرتك طبعا هذه محاكمة تاريخية، لأنها أول مرة منذ قيام إسرائيل في عام 1948 إن إسرائيل تبقى في موقف الدفاع أمام العدالة الدولية. فهذه سابقة في غاية الأهمية، ويمكن البناء عليها فيما بعد في اتهام إسرائيل بجرائم أخرى في فلسطين المحتلة من قبل السلطة الفلسطينية أو أي دولة عربية أو أي دولة إفريقية أخرى. تاني شيء إن حضرتك دوت هذه القيمة قيمة قانونية للمحاكمة بوجه عام، صحيح كده معالي السفير؟ حضرتك هي ليها عدة أوجه، ليها الشق القانوني، نعم، وليها الشق المعنوي والسياسي، وليها الشق السياسي، صحيح، فحضرتك والعسكري على الأرض في غزة يعني. ده بقى يعني ده لاحقا، صحيح، لكن احنا بنتكلم على جوهر الدعوة التي رفعتها حكومة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. نعم. تاني حاجة إن رفع الدعوة في حد ذاته والتهمة اللي موجهة لإسرائيل تهمة الإبادة الجماعية في إطار اتفاقية منع الإبادة الجماعية في عام 1948 التي وقعت عليها إسرائيل في حينه، دوت انتصار كبير حضرتك للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية الفلسطينية، دعم معنوي ودعم سياسي كبير للشعب الفلسطيني حاليا ومستقبلا. ثالثا، بالنسبة ماذا سيصور عن المحاكمة، في أمرين. الأمر الأول إن ممكن جدا المحكمة بناء على طلب جنوب أفريقيا تصدر عنها خلال الأيام القليلة القادمة طلب مستعجل موجه لإسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة. نعم. الأمر الثاني إن هي تنظر بقى حضرتك في هل العدوان الإسرائيلي وما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب في قطاع غزة حاليا ده يعد إبادة جماعية أم لا. الإبادة الجماعية في خمس عناصر أساسية وردت في اتفاقية لمنع الإبادة الجماعية في 48 اللي بتحدد إيه هي الإبادة الجماعية. إذا استطاعت ودوت طبعا المحكمة حضرتك محكمة العدل الدولية هتنظر في ذلك. حكمها في هذا الشأن يعني عادة بيأخذ عدة شهور، يعني ممكن من 4 لـ6 أشهر. بالنسبة لمحكمة العدل الدولية وإسرائيل، أحب أشير أن محكمة العدل الدولية سبق لها أن أصدرت أمرا استشاريا في عام 2004 قررت فيه، حكمت فيه بعدم قانونية الحائط اللي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية. تمام؟ فنحن ننتظر حضرتك، لكن كما قلت في البداية، نعم، هذه الجلسات جلسات تاريخية، صحيح، في إطار كفاح الشعب الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل كافة حقوقه، نعم، الوطنية. أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أيضا ينضم لنا هاتفيا معالي السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة. برحب بحضرتك معالي السفير. أهلا وسهلا بنا. أهلا بيك. وكيف قرأت جلسة اليوم، الجلسة الثانية؟ طبعا هي محاولات مستميتة من جانب إسرائيل لنفي التهم الدامغة التي شندتها وأوضحتها بمنتهى الجلاء والوضوح بالأمس جنوب أفريقيا على جوانب بعضها إجرائي وبعضها موضوعي،
والغرض هو محاولة إلقاء الدوم على حماس لبدأها للعملية، وكأن الممارسات الإسرائيلية أو ما يتم ارتكابه ضد الفلسطينيين يتم فقط من 7 أكتوبر وليس من قبل ذلك. ولكن يعني أنا شايف إن هي لم تنجح إسرائيل في إنها ترد على كل الادعاءات اللي قدمتها جنوب أفريقيا، وإن جنوب أفريقيا ما زالت يعني prevailing زي ما بنقول هنا، أو يعني متفوقة في العرض اللي قدمته بالأمس بكافة الحجج والأدلة والبراهين والشرائط والمستندات وما قدمته في هذه القضية. ما المتوقع في سير المحكمة اليوم؟ سير المحاكمة المتوقع اليوم في الجلسة الثانية؟ وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، المحكمة من حقها إصدار ما يطلق عليه بالأوامر الوقتية. ستصدر هذه الأوامر الوقتية في فترة ما بين أسبوع وأربعة أسابيع. وفقا للسوابق يعني كان في قضية بتاعة البوسنة والهرسك صدرت بعد 19 يوم، في قضية بتاعة أوكرانيا صدرت بعد 20 يوم، في قضية بتاعة الروهينجا اللي كانت رفعها جامبيا على أوضاع الروهينجا صدرت بعد شهرين، لأنها كانت قضية يمكن أكثر تعقيدا وبما فيها العرق والإثنية والعرقية وما إلى ذلك. فإذا كانت المحكمة ستقرر أن هناك من الإجراءات الوقتية ما يمكن أن يحافظ على الحالة كما هي لحين البت الموضوعي في القضية، فستصدر إجراءات وقتية في خلال هذه الفترة. يعني هل يمكن أن تصدر حكما اليوم ولا لا؟ لا ما فيش محكمة في العدل الدولية لا تصدر أحكام سريعة بهذا الشكل. هناك قدر كبير من الدراسة بالمستندات والتحليل للمرافعات وما إلى ذلك والمداولات ما بين القضاء والاستعراض والرجوع للقواعد القانونية، رجوع لاتفاقية الجينوسايد، اتفاقية الإبادة الجماعية، والرجوع للميثاق الأمم المتحدة وللاتفاقيات الأخرى التي تم سردها في ال 84 ورقة اللي قدمتها جنوب أفريقيا وفي ال 65 ورقة اللي قدمتهم إسرائيل، ويعني دراسات كبيرة بتتم لهذا الموضوع قبل أن تتخذ المحكمة المفروض تاخذ قرار. أولا هناخد إجراءات وقتية ولا لأ؟ وبعدين ثانيا ما هي هذه الإجراءات الوقتية؟ ويجتمعوا عليها القضاء ويصوتوا عليها القضاء وبالتالي يعني يصدر القرار. طبعا تحتاج الامر لهذه الاجراءات الوقتيه الى تصويت اكثر من 800 قضاء لصالح هذه الاجراءات، وبالتالي وطبعا احنا عارفين ان تشكيل المحكمه رغم ان المحكمه في اكثر الظروف مثاليه لا تخضع للتيارات السياسيه التي ياتي منها القضاء، الا ان هناك بعض الاعتبارات اللي بيتم اخذها في الحسبان لدى صياغة مواقف القضاء. والمحكمة محكمة نزيهة جدا ولا هل يمكن مع يعني اتخاذ المحكمة إجراءات وقتية اتخاذ أيضا إجراءات على الأرض كوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولا ده مستبعد؟ المحكمة من حقها أن تصدر إجراء وقتيا بوقف إطلاق النار. نعم. وهو ما فشل في مجلس الامن نتيجه الفيتو الامريكي المتكرر والاعتراض الامريكي البريطاني في بعض الحالات على ادراك ذلك في قرارات في مجلس الامن. نعم. اللي حمايه لاسرائيل، خلينا نكون واضحين وصرحاء، ودي كلها مش بقول حاجه جديده، لسه وزير الخارجيه بلينكن كان بيقول الكلام ده امبارح في القاهره وفي زيارته في طول المده اللي فاتت. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال باقي فقراتنا وأخبارنا في اليوم، ابقوا معنا. برحب بحضراتكم من جديد في برنامجكم برنامج اليوم. ومن فلسطين إلى اليمن، الحقيقة في الساعات الأولى من فجر اليوم أعلن التحالف الدولي ضرب مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، والحقيقة نفذت القوات
الأمريكية البريطانية عدد من الضربات الجوية، هجوم جوي عنيف على مناطق مختلفة منها مطار مديرية عبس بمحافظة حجة غربي اليمن، وقاعدة الدليم الجوية شمال العاصمة اليمنية صنعاء، ومعسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، ومحيط مطار الحديدة، ومناطق في مديرية زبيد بالمحافظة طبعا، ده غير مطار تعز ومعسكر اللواء 22. يعني ببساطة ضربات محكمة متفرقة في أنحاء مختلفة من اليمن بتستهدف الحقيقة الحوثيين بشكل واضح. يعني كان هناك طبعا يعني بعض الردود الإعلامية والإعلانية لجماعة أنصار الله الحوثي، وقالوا مثلا على سبيل المثال إن الأمريكيين والبريطانيين هيندموا على عدوانهم وهيدفعوا الثمن باهظا. بدأوا في إطلاق عدة صواريخ في الحديدة باتجاه البحر الأحمر، وده معناه إننا أمام ضربات جديدة هتساهم في توسيع دائرة الصراع، خصوصا بعد توتر الجبهتين اللبنانية والعراقية، وده اللي دعا روسيا بطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على خلفية الضربات اللي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على جماعة الحوثيين في اليمن. الحقيقة الموضوع بتفاصيل كتير، علشان كده احنا محتاجين نقف على هذه التفاصيل مع دكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدوليه اللي بينضم لنا هاتفيا. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه دينا، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. والحقيقه احنا في البدايه عايزين يعني نضع المشاهدين على خلفيه الاحداث منذ بدء الهجوم الامريكي البريطاني على الحوثيين في اليمن. كيف كان المشهد وما آلت إليه الأمور حتى الآن؟ يعني الأمور بتتجه للتعقيد والتشابك بشكل كبير في المنطقة بشكل عام، لأن هذا الهجوم سيمثل يعني نقلة نوعية في مسار العمليات العسكرية في البحر الأحمر، باعتبار أنه سيكون هناك رد كبير من قبل الحوثيين على التحالف، لأن التحالف يسعى وبكل قوة إلى تقويض العمليات العسكرية اللي بتقوم بها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، لأن هذه العمليات تؤثر على الملاحة البحرية، باعتبار أن هذه المنطقة يمكنها أكثر من 40% من سلاسل الإمدادات الدولية المتجهة إلى أوروبا، وتم استهداف سفينة أمريكية والسيطرة عليها أول أمس. نعم. وبالتالي كان هناك تحرك واضح من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى، ولكن هذا لن يؤتي بثماره في هذه المنطقة، لأن عسكرة البحر الأحمر أو القيام بهجمات ضد بعض الأهداف الحوثية سيتم الرد عليه، وبالتالي ستتسع دائرة الصراع بشكل واضح، وهذا ما حذرت منه أستاذة دينا مرارا وتكرارا الدولة المصرية والسيادة طبعا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. صحيح، على غزة، لأن هذا سيشكل نقلة حقيقية، وكما حضرتك أشرت في معرض حديثك وفي المقدمة الخاصة بيكي أن مع فتح جبهات أخرى سواء في سوريا سواء في العراق سواء في لبنان، بالتالي المنطقة تتجه إلى المجهول، ولا بد للإدارة الأمريكية أن تسعى إلى نزع فتيل الأزمة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع. صحيح. طيب أنا قريت لحضرتك بعض الأهداف اللي تم استهدافها داخل اليمن أثناء الهجوم، كيف ترى هذه الأهداف؟ يعني في ظني وتقديري أن العملية التي قامت بها قوات التحالف أو حرس الازدهار أو التحالف الذي تم من بريطانيا وأمريكا هي يعني عملية دقيقة ومركزة للعمل على كسر ذراع الحوثيين في البحر البحر الأحمر عفوا، وده لن يؤتي بثماره، لأن الحوثيين لديهم القدرة على الحصول في البحر الأحمر بشكل سيمثل تهديد أكثر خطورة وأكثر قوة في هذه المنطقة المتشابكة، وبالتالي حل الصراع عسكريا يعني هي الخطورة الداهمة بشكل واضح، وسيتم. هل هناك احتمالية لدخول حزب الله في هذه المرحلة؟ هو أنا كنت اللي هنتقل مع حضرتك لهذه الجزئية، لأن هذه الجزئية كان في تصريحات أول أمس الحزب الله وتصريحات واضحة، والأول مرة تخرج هذه التصريحات بهذه القوة بهذه الطريقة، أنه سيتم استهداف المصالح الأمريكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وده هينقل الصراع والمعركة بدخول أطراف أخرى، لأن احنا بنشهد إن إيران
تندد بهذه الهجمات من قبل التحالف على جماعة الحوثي، باعتبار أنه يعلم القسوة الدينية أن هناك صلة وثيقة بين جماعة الحوثي وإيران، وبالتالي أرى أن الأمور سيكون هناك تهديد خطير في الفترة القادمة، ومن الممكن أن نشهد عمليات إرهابية نوعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ترصد وأين ترصد الموقع الإيراني الحالي من دائرة الصراع الجديدة؟ يعني إيران حتى هذه اللحظة لم تدخل بشكل مباشر في الصراع، يعني ما زالت قواعد الاشتباك قيد المراجعة وقيد التطبيق، ولم يتم اختراق بشكل واضح لهذه الأوضاع، لأن احنا شاهدنا يعني في جنوب لبنان وفي شمال إسرائيل تم استهداف القاعدة الشمالية وأيضا قاعدة ميرون، وده بيؤكد لي شكل جديد في المواجهة، ولكن أيضا طبقا لقواعد الردع، يعني هناك تمسك بقواعد الاشتباك وأيضا بقواعد الردع لكي لا تتوسع دائرة الصراع، ولكن الحرب تأتي فجأة، بمعنى أن من الممكن جدا أن تخرج الأمور عن السيطرة، ونرى مشهد مركب ومعقد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة، ونرى العراق ونرى سوريا ونرى اليمن ولبنان، وده هيؤدي إلى يعني تغذية الصراعات بشكل كبير، وبالتالي لابد أن يكون هناك نوع من أنواع لغة السياسة ولغة العقل والبحث عن مخرج حقيقي لهذا المشهد. هل ترى إمكانية احتواء هذه الضربة داخل الحدود اليمنية؟ أظن أنه من الصعب حدوث ذلك، ولكن كل شيء متاح وكل الأمور قابلة للازدياد، في ظل أن كل القواعد التي وضعت لكي لا تتمدد هذه الحرب خارج اليمن أرى أنها قابلة للكسر وقابلة للتصعيد في الفترة القادمة، والولايات المتحدة الأمريكية عليها وباعتبارها هي من تجلس على كرسي رئاسة العالم عليها أن تحتوي التصعيد، وباعتبار أن هذه العملية ستؤسس لواقع جديد في البحر الأحمر، ستؤسس لحرب دائمة ومستمرة في منطقة كانت هادئة، وبالتالي أرى أن هناك يعني شكل جديد للمواجهات ستتم. هل يمكن أن تحقق الضربة الجوية أو الصاروخية نصرا؟ في ظني وتقديري لا، لن تستطيع هذه الضربة أن تحقق نصرا، لأن قواعد كما أشرت لحضرتك الحوثيين لديهم من القدرات الكبيرة التي تستطيع بموجبها توجيه ضربات قوية لكل السفن الأمريكية أو غير الأمريكية، وده اللي حضرتك أيضا أشرت إليه في بداية حديثك، أن يعني يعني جماعة الحوثي قال حرف الواحد أن الرد سيكون مؤلم وسيكون مزلزل، وهذا ما نشاهده في الفترة القادمة، ونرى ألا تتصاعد الأمور بشكل يؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، وما زلنا داخل المتابعة، لكننا سنعود إلى الشأن المصري الداخلي. إعلان وزارة العمل عن إطلاق مشروع مهني 2030 يوم الاثنين اللي جاي، المؤتمر ده هو المؤتمر الأول للتدريب المهني. هذا المشروع الحقيقة هو فرصة للنقاش بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال حول العمالة المصرية، بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ده اللي بينعكس إيجابا على مستقبل العمل في مصر. خلونا نعرف بقى المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع المهم من الأستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، بينضم لنا هاتفيا. برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. في البداية عايزة أعرف من حضرتك أهم أهداف هذا المشروع المهني. اولا خلينا نوضح للساده المشاهدين ان وزاره العمل سوف تطلق صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يناير 2024 مشروع مهني 2030. طبعا هذا المشروع سوف يكون ترعايه دوره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وده بياتي في اطار المؤتمر وزاره العمل الاول للتدريب المهني، وطبعا ده هينعقد في العاصمه الاداريه الجديده، هيشارك فيه مجموعه من الوزراء ونواب في مجلس النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربيه ودوليه واصحاب اعمال وعمال. تعليقا على هذا يعني هذا المشروع، يعني معالي وزير العمل حسن شحاته اكد ان هذا المشروع ياتي تجسيدا او يجسد
التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن اللي يحتاجها سوق العمل في الداخل أو في الخارج، وده طبعا تنفيذ التوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المشروع لا يعني أن وزارة العمل يعني لا تقوم بالتدريب، ولكن وزارة العمل بالفعل عندها أرضية خصبة جدا لهذا الملف المهم اللي الدولة بتوليه اهتمام كبير، بل العالم كله طبعا مع المستجدات اللي بيشهد سوق العمل دلوقتي. وزارة العمل عندها 75 مركز تدريب ثابت متنقل عن مستوى الجمهورية. وزارة العمل سوف تطلق قريبا 10 عربات تدريب متنقلة في كافة المحافظات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يعني الوزارة لديها من الآليات والأدوات ما يؤهلها يعني تطوير هذا الملف طبق احتياجات سوق العمل. هذا المشروع له مجموعة من الأهداف احنا حددناها. أنا بس أستأذنك، اسمح لي يا أستاذ عبد الوهاب، يعني ابعد التليفون شوية عن يعني فمك وانت بتتحدث، علشان بيبقى فيه يعني هوا زيادة عن اللزوم والمشاهد يعرف يسمعك بشكل أفضل. المدة الزمنية للمشروع ده قد إيه؟ إزاي العمال المصريين يقدروا يتقدموا لهذا المشروع ويحصلوا على التدريب المهني اللائق بيهم؟ طبعا هذا المشروع زي ما حضرتك سألتي بنجاوب إني هذا المشروع له 7 أهداف. أول هدف فيها تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص. طبعا ده بيقضي على ظاهرة وجود مراكز طبعا غير مرخصة وبتقوم بعمل طبعا زي ما بيقولوا بشكل غير قانوني. تاني حاجة يا فندم الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل المحلي والعربي والعالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي. طبعا القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية. طبعا بمقتضى هذا المشروع هيكون في يعني قياس مهاري للشباب وطبعا ومزاولة مهنة، فده طبعا بيؤهله للعمل بسوق العمل بشكل رسمي وبشكل شرعي من خلال طبعا من المؤسسات الدولية المعتمدة. طبعا تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية. 5 توفيق أوضاع المراكز زي ما قلنا التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي. رقم 6 يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عدد لا يقل عن 27,000 متدرب بواقع 1,000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى. صحيح، ده كمرحلة أولى فقط. صحيح طبعا. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، شكرا جزيلا ليك. ولو حضراتكم كنتوا فاكرين إن إحنا بالأمس يعني تناولنا ملف العمالة المصرية واللي عليها طلب كبير جدا، يعني 100,000 تقريبا بيحتاجهم السوق الأوروبي والسوق الأمريكي أو ما يزيد عليه ل3 مليون، هم بيقولوا 3 مليون عامل مصري بيحتاجهم السوق الأوروبي من العمالة المصرية. فده طبعا كان خبر في منتهى الأهمية، وهي وزارة العمل بتقوم بعمليات التدريب المهني والتقني والفني للعمالة المصرية. هنروح بقى من وزارة العمل لمبادرة إبدأ، بروتوكول تعاون وقعته شركة نوفا للتنمية الصناعية، دي تبع طبعا لمبادرة إبدأ مع عدد من كبريات الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات محطات المياه والصرف الصحي. الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة إبدأ لتنمية المشروعات كان ليها تصريح مهم، قالت فيه إن هذا التعاون من ضمن جهود مبادرة إبدأ في زيادة الاستثمارات الصناعية وتوطين صناعات حديثة، خصوصا وإن نوفا هو المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا اللي بينتج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه طبقا للمواصفات القياسية العالمية. بيصل إنتاجيته أو طاقته الإنتاجية لحوالي 1500 طن من منتجات الستانلس سنويا، وده اللي هيقلل الفاتورة الاستيرادية لمصر حوالي 100 مليون دولار في السنة الواحدة. محتاجين نعرف المزيد من التفاصيل، بتنضم لنا هاتفيا الدكتورة رباب عبيد مديرة إدارة تطوير الأعمال بمصنع نوفا للتنمية الصناعية. برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك. اهلا بيكي، ويا ريت من حضرتك تكلمينا عن اهميه هذا البروتوكول ومدى مساهمته في تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات محطات المياه والصرف الصحي. بصي حضرتك، مبدئيا احنا لازم نقول ان احنا عندنا نقص جامد في توطين الصناعه العالميه محليا. احنا قعدنا فتره طويله ما عندناش النوها وبتاعه الحاجه، يعني احنا كمصانع مصريه ما عندناش صناعات متطوره. محطات معالجة مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي، محطات معالجة الصرف الصناعي، محطات معالجة البيئة بشكل عام، معداتها أغلبها بنستوردها بالعملة الأجنبية من بره. فكانت فكرة مصنع نوفا
ان احنا جايبين شركات عالميه، مش واحده او اثنين، احنا عندنا 8 شركات عملنا معاهم بروتوكولات تصنيع اندر لايسنس، يعني تحت مراقبه الشركات دي بكل انواع المعدات اللازمه للمحطات دي. يعني عندنا 8 شركات من المانيا ومن امريكا ومن ايطاليا متعددين بالمعدات دي. تمام. طبعا احنا بنثمن توجه مبادرة ابدأ للتعاون مع الشركات العالمية، لكن أكيد هذا التوجه ليه العديد من المميزات والفوائد، ممكن تطلعين عليها خصوصا أن هذا البروتوكول يعني هيساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر؟ بص حضرتك، هو مش بروتوكول واحد، هما 8 بروتوكولات، لأن هما 8 شركات مختلفة. كل شركة احنا ماضيين معاها بروتوكول بالتصنيع أندر لايسنس ليها، يعني هي ليها المراقبة على الكواليتي انها تبقى طبقا لل يعني للكواليتي العالميه بتاعتها انها مقبوله، والمصنع ده هيبقى انتاجه ان شاء الله لمصر وكمان لمنطقه الشرق الاوسط، وممكن كمان زياده الانتاج لو احتاجوه يبقى ممكن كمان يرجع تاني لامريكا حسب احتياج الشركات دي. تمام. المعدات دي كلها زي ما قلنا كانت بتستورد من الخارج، فان انت حضرتك نقلتي نوها وهتدربي عليها ماله مصريه، هيبقى عندك بعد كذا سنه احنا بنعمل تطوير وبنعمل دراسات وريسيرش وديفلوبمنت، بعد شويه يبقى عند حضرتك ناس موجوده عندها الخبره دي، عندك علم نقل. ده غير طبعا ان انت وفرتي طبعا في اماكن العماله زي ما حضرتك قلتي في المقدمه، ان انت وفرتي فاتوره استيراديه ب 100 مليون دولار سنويا، فده طبعا حاجه كبيره يعني. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره رباب عبيد، مديره اداره تطوير الاعمال بمصنع نوفا للتنميه الصناعيه، شكرا جزيلا ليكي. هننتقل للشركة القابضة ADQ، دي شركة استثمارية في مدينة أبو ظبي ومجموعة أدنك اللي أعلنوا عن التوقيع على الاتفاقية النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة 40.5% من مجموعة أيكون التابعة لمجموعة طلعت مصطفى. هذا التعاقد بيمثل أحد أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بيعكس ثقة المستثمرين في مستقبل قطاع السياحة والضيافة المصري، ده في ظل الاهتمام الكبير اللي بتوليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة، واللي من المتوقع أنه يحقق نمو كبير يستقبل أكثر من 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028. يوم الحد اللي جاي وزارة الثقافة تعقد مؤتمر صحفي تعلن فيه تفاصيل الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. كل سنة وحضراتكم طيبين. الحدث الثقافي الأهم والأضخم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، الافتتاح الرسمي للمعرض هيكون 24 يناير المقبل، وهيفتح المعرض أبوابه تاني يوم افتتاحه الرسمي الساعة 10 صباحا وحتى 8 مساء يوميا أمام الجمهور ما عدا الخميس والجمعة. هيستقبل فيهم الجمهور يوم الخميس من 10 صباحا وحتى 9 مساء، أما يوم الجمعة فهيتم استقبال الزوار في حدود الساعة 1 ظهرا وحتى 9 مساء. ثمن التذكرة كام؟ ثمن تذكرة المعرض السنة دي هي 5 جنيهات فقط، ده نفس سعر التذكرة السنة اللي فاتت بالمناسبة، وده لأن الدولة طبعا يعني ثبتت سعر تذكرة الدخول للمعرض علشان تشجع القراء من مختلف الأعمار على الإقبال على المعرض خلال فعالياته واقتناء الكتب، ويقدروا الزوار طبعا يحصلوا على التذكرة من موقع المعرض الرسمي أو من خلال منفذ بيع التذاكر بمركز مصر للمعارض الدولية. برنامج اليوم هيروح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهنتابع من هناك الأحداث الثقافية والفنية المهمة واللي بيتفرد بيها المعرض، وهيكون يعني معانا ضيوف من كبار الكتاب إن شاء الله. طيب احنا هاتفيا بينضم لنا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل المتابعين. تاريخ طويل الحقيقة وصيت كبير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، جعله الأول والأضخم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، شايف افتتاحه ازاي؟ افتتاح هو يعني ترسيخ لكان هذا المعرض المهم، هو الاكبر والاهم عربيا وافريقيا وشرق اوسطيا. يعني معرض الكتاب بيجسد قيمه مصر كقوه داعمه حقيقيه، لا احد يمكن ان يجادل في هذا الامر. يعني قد تواجه مصر مصاعب اقتصاديه كبيره هنا وهناك، لكن فيما يتعلق بالقوى الناعمه الثقافية لا احد يجادل في هذا الامر. مصر المعرض الكتاب يعني علامة مميزة على عمق الثقافة المصرية، دور الثقافة المصرية
ودور الكتاب ودور المؤلفين يعني كانت وما زالت وستظل، وانا اظن جزء مهم من الجهد المصري مش بس فيما يتعلق بمعرض الكتاب، لكن ايضا فيما يتعلق بتدعيم صناعه الثقافه، صناعه ثقيله حقيقيه. طبعا يعني ناس كثيره دايما بتتكلم على الصناعه الماديه وهي شيء مهم بطبيعه الحال، لكن الصناعات الثقافيه الاكثر تاثيرا واكثر اهميه علينا ان ننظر. وهنا حينما نتحدث عن فكره الثقافه مش بس الكتاب المطبوع وهو مهم ايضا، لكن الصناعه الثقيله في الثقافه هي كل ما يتعلق بالنشر والتاليف والابداع والفكر. الولايات المتحده جزء اساسي من قوتها مش بس الصواريخ والطائرات وهي شيء مهم ايضا، لكن السينما الامريكيه، الكتب الامريكيه، مراكز البحث، الصحافه. مصر يعني نفس التأثير في المنطقة العربية والأفريقية. علينا أن ندعم الكتاب، ولا أقصد هنا مرة ثانية الكتاب الورقي بالمعنى المعروف، لا، كل ما يتعلق بالفكر والأدب والثقافة والفنون. الكتاب الجيد وده اللي أنا عايزة أسأله لك، يعني كيف دعمت الدولة المصرية على مدار سنوات الفكر والثقافة وصناعتها من الألف للياء طوال السنوات الماضية، خصوصا مع يعني الحاله الاقتصاديه الصعبه اللي بيعيشها العالم واللي احنا جزء منها وبنعيشها في مصر؟ مصر الدوله المصريه دعمت وما تزال تدعم كل ما يتعلق بالثقافه والفكر الموضوع من زمان جدا، يعني ده جزء مهم جدا. طبعا الصعوبات الاقتصاديه قد تلعب دورا، لكن المهم احيانا الدعم لا يكون فقط استاذه دينا بس بمجرد الاموال، ان انا بوفر اموال للمجالات دي، والاموال وانا بنفقها اقول هي رايحه على مرتبات ولا رايحه على دعم الثقافه بالمعنى العام والمعنى الاساسي والشامل. في حاجات كثيره جدا الدوله المصريه بتعملها، وفي حاجات مطلوب كلنا ان احنا نكثف الجهد فيها. وعلى سبيل المثال منها حمايه الملكيه الفكريه، للاسف الشديد هناك بعض ضعاف النفوس اللي بيزوروا الكتب وبيضربوا الافلام وبيقرصنوها، وده بيوجه يعني خساره كبيره جدا للمنتجين الاساسيين للناس دي. وهنا أنا لما بتكلم عن دعم الدولة، الدولة هنا مش بس الحكومة، الدولة هي كل ما هو موجود سواء كان حكومة أو قطاع خاص. القطاع الخاص لعب دور مهم في دعم الثقافة، في دور النشر، في الأفلام، في الموسيقى، في الفكر. مطلوب إن احنا الناتج النهائي لما بيبقى عندنا كتاب جيد معمول أو فيلم، محدش بره بيقول إنه ده منتجه الدولة ولا القطاع الخاص، هو صحيح. اسمه مصري، فيلم مصري أو كتاب مصري أو أغنية مصرية أو لحن مصري. مطلوب مننا طول الوقت ان احنا نبص على الحاجات دي، ندعمها بقدر ما نستطيع، لانه دي الاثر الرئيسي الباقي والمستمر واللي بيجيب لنا فلوس بالمناسبه. لانه لما يبقى عندي انتاج ثقافي متميز، فيلم جيد او مسرحيه جيده او كتاب جيد، ده معناه تاثير بره، بقدر اصدره، بقدر اجيب حتى عمله صعبه من الثقافه الرفيعه. بكل تاكيد انا مع جمهور معرض الكتاب، جمهور كبير ومختلف. احنا شفناه السنة اللي فاتت ورغم يعني الظروف الاقتصادية شفناه بحجم كبير جدا، طوابير يعني على معرض الكتاب وأمام الكتب وما إلى ذلك. تقدر توصف الجمهور بإيه وتوجه له دعوة تقول له إيه فيها بخصوص معرض الكتاب السنة دي؟ الجمهور ده هو المستقبل الحقيقي وهو العماد الأساسي للدولة المصرية، خصوصا أنه معظمه من الشباب. دي هي قوة مصر الحقيقية. لما كل مره بروح المعرض وبشوف هذه الظاهره اللي حضرتك بتتكلمي عليها وبشوف الطلبه الشباب الصغيرين هم العدد الاكبر، الواحد بيطمئن على مستقبل البلد دي، لان دول الاساس اللي جاي، هم اللي احنا بنبني عليهم. وهذا المشهد بيكذب كل ما يقال عن تراجع القراءه وتراجع التاثير وعدم اهتمام الاجيال الجديده. مش صحيح، الناس دي بتقرا بس ربما تكون وسيله القراءه هي التي اختلفت. بدل ما كان الناس بتقرا الكتاب ككتاب ورقي او تقرا جورنال، هي بتقرا دلوقتي على السوشيال ميديا، على التاب، على اللاب، على الحاجات، كل ما وسائط الوسائط الرقميه هي جزء كبير بتمثله للناس. علينا ان احنا نوصل طول الوقت وندعم ده ونقدم للناس، يعني اذا كان الناس اساسا مقبلين على القراءه، فدور الدولة ودور الحكومة ودور الهيئات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات وكل ما له صلة بالثقافة انه يدعم هؤلاء الناس ويطبطب عليهم ويدعمهم ويقدم لهم الوجبات المختلفة بطرقهم الجديدة والمبتكرة. انا بشكرك شكرا جزيلا
الكاتب الصحفي الكبير عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، شكرا جزيلا ليك. وهنختم بقى بأخبار الرياضة لكل محبين كرة القدم المتيمين بهذه الساحرة المستديرة. بكرة إن شاء الله هتنطلق بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم واللي بتستضيفها كوتيفوار، هتستمر لمدة 4 أسابيع وهيقام النهائي يوم 11 فبراير المقبل. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في البطولة اللي هيبدأ جولاته يوم الحد بمواجهة فريق موزمبيق، وبعدها هيكتمل بقى باقي لقاءاته إن شاء الله مع المجموعة الثانية اللي بتضم موزمبيق رأس الأخضر وغانا. التمنا طبعا يا أبطال هتاف الجمهور المصري في كل مكان من المحبين والعاشقين لبلدهم والكرة القدم. حلقتنا خلصت النهاردة من برنامجكم برنامج اليوم، نشوفكم الأسبوع اللي جاي 4 وخميس وجمعة في تمام 5 مساء. لكم مني كل التحية، أنا دينا عصمت وفريق العمل، شكرا لكم وإلى اللقاء.